لحد هذا اليوم هي لوحة الموناليزا اللي هي خلفي، هي طبعا محل الجدل وأغرب اللوحات بها أسرار، ومن أشهر اللوحات لاقت نجاح بهذا العالم الفني. طبعا لما رسمها ليوناردو دافنشي خلى بها عدة أسرار ظلت اليوم قائمة هذا يومنا بعد مرور 500 سنة وأكثر. لحد الآن متحف اللوفر هو خلاها تحت الأشعة السينية، طبعا لقى بها عدة أشياء، من أهمها خلى ليوناردو دافنشي واحدة من الأسرار اللي رسمها وخلاها محل جدل اللي هي رسم هذه الفتاة اللي خلفي من غير رموش ولا حواجب. طبعا خلاها اللي يشوفها بأنه تنظر كل الناس ساعة تنظر نظرة سخرية أو بنظرة غريبة جدا. هذه اللوحة هي لا تقدر بثمن، طبعا وصلت ثمنها أرقام خيالية 900 مليون دولار، وهي مو للبيع طبعا، موجودة حاليا في متحف اللوفر باريس. طبعا هذه اللوحة تعرضت لعدة هجمات من مخربين الفنون، رشوا عليها مواد حاولوا يحرقوها أو يتلفوها، لحد الآن هي محمية بطبقة من الزجاج. أحب اللي أقوله واللي أدهشني بهذه اللوحة طبعا لحد هذا اليوم هي الروايات غلبت الأساطير، قالوا عنه بأنه ليوناردو دافنشي بأنه رسمها خلال 10 سنوات طال يرسم بها وشايلها. طبعا هذا الشيء ما يدرك العقل بأنه يظل الرسام يرسم هيك لوحة، ممكن يرسم آلاف اللوحات بهذه الأيام. هذه اللوحة طبعا خلاها متحف اللوفر تحت الأشعة السينية، وكشف بأنه هذه اللوحة قام برسمها ليوناردو دافنشي بأنه بوقت واحد رسمت ساعات واحدة وانتهت، ما أضاف أدوات ثانية لأنه الأدوات لها مدة، وهاي الأجهزة المتطورة راح تكشف شو وقت انتركت وكمل عليها بناء اللوحة. هذه اللوحة هي لحد الآن محل جدل. طبعا لو تدرسون كل حياة الفنانين راح تشوفون هم مشهورين أثناء مسيرتهم الفنية، قدموا ولاقوا صعوبة من المتذوقين الفن. طبعا هذه اللوحة لها وجهين من الحديث، يقال بأنه رسمها ليوناردو دافنشي شخص تاجر زوجته ليزا، رسمها بأجور وهو من النبلاء، طبعا رسمها بأجور غالية فقبض ثمنها، ولحد الآن طبعا هم متحف اللوفر جابوا السجلات المدنية بذاك الزمن تعود التاجر، وعن وصل ثمن هذه اللوحة ما لقوا طبعا أي وصل ثمن غالي لهذه اللوحة، فظلت مبهمة ومجهولة المن رسمها دافنشي، فكانت هي شخصية حقيقية أم من صنع الخيال. وجه الثاني من الحديث يقال بأنه هو ليوناردو دافنشي هو نفسه رسم روحه وخلاه يشبه النساء متحديا كل المواهب، واللي هو تميز بهذا الشيء خلى شيء مميز. طبعا هذه اللوحة هي ظلت مدرسة للأجيال وفتشي يعني خلينا نقول أيقونة الفنانين، لوحة الموناليزا. أتمنى يا ربي هذا الموضوع كان استفاديتوا من عدة، تابعوني ودعموني بلايك ومشاركة. تحياتنا لكم حسين الرسام.